السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء سمير ملكة جمال مينا القمح بالشرقية، بل تكاد تكون ملكة جمال العالم. ايه قصتها وايه حكايتها؟ دعاء سمير من أسرة سارية جدا، غنية جدا، عندهم بسم الله ما شاء الله ملايين وشركات وعماير وأراضي ما شاء الله. وهي في الجامعة حبت ولد زميلها، تقدم لها ولكن أهلها رفضوا بحجة إنه مش قدهم في المال والغنى. والراجل سافر وهي عاشت حياتها واتجوزت رجل من رجال الأعمال اللي معروفين في بلدها وحقق لها كل ما تتمناه، عمل لها عماير باسمها وحبها جدا واتجوزها وخلف منها بنت أمورة. ولكن ما حدث كان صدمة للجميع. وفي وقت من الأوقات عزيز المشاهد وهي ماشية في الشارع قابلت الإنسان اللي كانت بتحبه وبيحبها، قربوا من بعض، خد تليفونها، خدت تليفونه. بعد كده بدأت العلاقة تتطور بينهم، بدأ يروح لها البيت، بدأت الخطة اللي بعد كده عايزين يقربوا من بعض اكتر. قالت له خلاص انا هكلم زوجي انه يشغلك عندي في الشركة، ان انت اخو واحد ده صاحبتي. قال لها اوكي. بدأت تتحايل على زوجها وزوجها ما كانش بيرفض لها اي طلب، لدرجة انه كان بيعمل لها اي حاجة تتمناها، لدرجة انه كان بيقول لها انا مخلوق في الدنيا عشان اسعدك. وبالفعل شغله معاه وقرب منه قوي، لدرجة انه كان بيطلع معاه البيت يتكلموا في الشغل ويخلصوا حاجات في الشغل، وبكده قربوا من بعض. الخطة الشيطانية ليه؟ لأحيانا بيكون الجمال بدل ما بيكون النعمة بيكون نقمة. فعملوا خطة شيطانية، مجرد ان جوزها بيوصل عندها في البيت بتبدأ تحط له منوم في الأكل أو منوم في الشرب، تعمل له عصير، تعمل له فيه منوم، يبدأ ياخده، يبدأ ينام، يبدأ التانيين عايشين حياتهم زيهم زي اي حد. طب هتقول لي الجيران، ما الجيران شايفينه طالع نازل مع جوزها فمفيش اي شك ويبدأ يمرض. لا ما اكتفوش بكده، قالوا لازم نخلص منه. طب نعمل ايه نخلص منه؟ قالت له اول ما هيجي انا هزود جرعة المنوم اللي في الاكل ونبدأ نخلص عليه عشان نبقى البعض. وبالفعل وصل جوزها في يوم من الايام، بدأت تحط له منوم في الاكل فبدأ يروح في النوم خالص. وفجأة بعد ما راح في النوم اتصلت بعشقها، وطبعا هو طالع الجيران شايفينه طالع نازل ما بيطلع مع جوزها ما فيش مشكلة فيه، سحبوه على الحمام وقطعوه حتت وبدأوا ياخدوا الجثة يقطعوها وحطوها في كياس وكيسوها وبدأوا يرموها في كل مكان حتة. وفجأة بقدرة ربنا بعض الجيران لقوا جزء من الجثة من وشه، بدأوا يروحوا لزوجته ويحكوا له احنا لقينا كذا، فانهارت من البكاء قدامهم، تمثيلية شيطانية قدامهم، انهارت من البكاء وبدأت تقول لهم ازاي جوزي، وعيط وصوت وطلتم وي 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 الى اخره. ولكن لغز حير رجال المباحث، رغم ان البنت من اسرة سارية جدا بعد كل البعد الشبهة عنها. وفجأة رئيس المباحث اخذ البنت الصغيرة على جنب وبيسألها، بيقول لها يا حبيبتي هو مين بيبقى عندكم؟ فالبنت بكل عفوية طفلة صغيرة قالت له عمه اللي هو مساعد بابا ده بيجي عندنا اثناء وجود بابا، واحيانا ما بيبقاش بابا موجود وبيبدا هو يجي لماما لوحدها. فلقينا موضوع الشك بدا يركز على مين؟ على عاشقها. وبعد كده بداوا يتحروا عن هذا الرجل، عرفوا ان هو كان ليه علاقه من ايام الجامعه بالست دي وتقدم لها وهم ما وافقوش، وعرفوا ان هو المرتكب وهي الجريمة
قطعهم الراجل حتت، وبعد كده خدت حكم اعدام. دي اللي ابكت عشماوي لدرجة ان عشماوي قال لها انا لو اطول اخدك اوديك البيت واجيب الولية اللي في البيت مكانك احطك. ولكن بعد كده هي ضحكت. ودي كانت قصة دعاء سمير. تنساش اللايك والاشتراك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.